الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 23 برمهات الكنيسه بتحتفل بنياحه دانيال النبي. ودانيال النبي له مكانه كبيره في الكتاب المقدس وفي اذهاننا. يعني لما نقول اسم دانيال النبي اكتر من موقف نلاقيه في ذهننا، الشاب اللي وقف قدام نبوخذ نصر ومملكه بابل وقدم التمسك بربنا، الشخص الحكيم صاحب التفسيرات القوية في الرؤى والأحلام، المتمسك بقوة ربنا حتى قدام الأسود، حتى الأطفال الصغيرة لما نقول دانيال في جب الأسود يتخيلوا الصورة هم، والشيخ الكبير الوقور اللي ربنا بعت له ملاك عشان يبين له ويعلن له نهاية الأيام ومجيء المسيح. دانيال النبي اتولد سنة 624 قبل الميلاد وتنيح سنة 534 قبل الميلاد، 90 سنة. هو كان أحد الشباب اللي سباهم نبوخذ نصر. نبوخذ نصر لما دخل وعمل سبي بابل سنة 606 حاصر بابل، وبعدين أخذ يهويقيم الملك مأسور على بابل وأخذ معاه كل أعاظم المملكة والنبلاء وأخذ نسل الملوك. عشان إيه؟ ذهنه يعني علشان ما يفضلش حد يكون عنده تطلع إنه يسترد العرش تاني. هو هد أورشليم وأخذ النسل ده كله معه. من ضمن اللي أخذهم بقى من ضمن نسل الملوك كان شاب اللي هو دانيال النبي، وكان عنده 18 سنة وقتها، وكان وقتها أخذ معاه كمان فتيان ونقى أفضل الفتيان شكلا وفكرا وخلاهم يخدموا الملك، اللي كان من ضمنهم دانيال والثلاث فتية. دانيال والثلاث فتية اتعلموا الكلدانية في 3 سنين وأظهروا نبوغ شديد، ويقول كده الكتاب المقدس ان اللي كان على الفتية دولم يعني العبيد قال لهم لازم تاكلوا كويس علشان تبقوا شكلكم حلو قدام الملك. قالوا لهم ما نقدرش نخالف كلام ربنا. ايه كلام ربنا؟ قالوا لهم ما نقدرش اننا ناكل او نشرب حاجة ربنا مش سامح بيها، وتمسكوا تماما بكلام ربنا. وده اللي احنا بنقوله دايما للشباب، اوعى العالم يفرض عليك شيء ضد الحياة مع الله. وكانت القوة بتاعتهم بقى نتيجتها يقول كده هو أما هؤلاء الفتية أعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة، يعني في كل تعليمهم، وكان دانيال فهيما في جميع رؤى وأحلام. فهيما يعني قد كده ربنا اداله استنارة. ويقول صار دانيال أعظم من جميع حكماء بابل، عشان كده سموه بلتشصر يعني الأمير المقبول عند الله. وحتى مش بس عن كان وجد نعمة عند الملك وعند رؤساء بابل، لكن عند كمان السماء. الله نفسه يقول عنه في سفر حزقيال 14 هو ونوح وأيوب، يقول الذين يخلصون ببرهم إنهم كانوا أبرار. وبيقول في حزقيال 28 إن هو كان رمز الحكمة، والملاك لما جاله قال له أيها الرجل المحبوب الوحيد في العهد القديم اللي اتقال عنه اللفظ ده، ويكاد يكون يشارك مار يوحنا الحبيب في اللفظ الحبيب. لم نسمع شخصين غير الشخصين دول في كتاب مقدس اللي اتقال عنهم المحبوب أو الرجل الحبيب. هو اسمه كمان في العهد الجديد قال عنه ربنا يسوع المسيح لما جه يتكلم عن نهاية الأيام، قال متى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال، ومار يوحنا يقول ان ليفهم القارئ. النبوة بتاعته بقى نبوة قوية جدا زي ما تشوفوا، لانه قوة السفر انه سفر جامع، يعني جاب لنا حاجات كتيرة جدا هتلاقوا فيها قوة الصلاة وقوة الصوم والتمسك بربنا والشجاعة والمعاملات الشخصية، وهتلاقوا فيها رؤى وهتلاقوا فيها احلام وهتلاقوا فيها نبوات. سفر لطيف قوي قوي يعني، واللي بيدرسوه بيستمتعوا لأنه في كل يوم بياخدوا معنى حلو قوي.
الإصحاح الأول بيتكلم عن الشباب دولم. دانيال عنده 18 سنة، اتخذ في السبي، وكان ما أسهل إنه في هذا العصر وفي هذا المكان مباح لي كل شيء. وكان وقتها عنده عذره، أنا مش في أورشليم، أنا مش في بلدي ومضغوط عليا. ففي وقت بابل، في وقت سبي بابل، اتكتب المزمور بتاع على أنهار بابل هناك جلسنا، عندها تذكرنا صهيون، كيف نسبح تسبحت رب في أرض غريبة. يعني بصوا، دي كانت مشاعر اللي كانوا موجودين في بابل. مزمور 137. أما هو كان بيسبح الله في أرض غريبة، وكان بيقدم قوة الحياة مع الله في أرض غريب. شاب صغير 18 سنة، لكنه أظهر فيها تمسكه القوي بربنا. ما كانش بيغير الشهوات، ما أغرهوش الأكل، ما أغرتهوش المراكز، لكن قدم صوم وصلاة، وأظهر أن قوة الحياة الروحية تغلب العالم مهما كان العالم قوي. ويقول دايماً كان الصوم والصلاة هو الشيء اللي كان يلجأ له. يعني مثلاً يجيله، زي ما تشوفوا كمان في الإصحاح الثالث، يجيله يقولوا له تعالى فسر الحلم ده، يقول مش عارف، يقول هو الثلاث فتية، تعالوا نصوم ونصلي، ربنا يديله النعمة. ومرة تانية يقول وجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات وبالصوم بالمسوح والرماد، صليت إلى رب إلهي. ومرة تانية نجده يقول إني كنت صائم، وربنا بعت له الملاك وقال له سمعت صلواتك. الإصحاح الأول قوة هذا الشاب هو الثلاث فتية. الإصحاح الثاني رؤية، حادث فظيع جدا. الملك قام من النوم وهو شايط، حلمت حلم ونسيته، الحلم ده كان مهم جدا نسيته. جاب كل حكماء بابل قال لهم ايه الحلم؟ قالوا له مفيش حد يقدر يعمل لنا كده. قالوا له ليس اخر امام الملك يبينه غير الآلهة التي ليست سكنها مع البشر. يعني مفيش حد ممكن يقول لك ايه اللي انت حلمت بيه ونسيته طبعا الا ربنا يعني. وبعدين قال لهم هموتكم كلكم. فقالوا له بعدين، فراح دانيال اللي كان هو وثلاث فتيات هيموتوا وسط الحكمة دول، لأنه كان من ضمن الحكمة، قال لهم تعالوا نصلي. صلى وراح لنبوخذ نصر قال له مولاي الملك أنا هقول لك حلمت بإيه. وكانت الرؤية مريبة، لأن الرؤية وتفسيرها معناها إن ربنا هيدمر مملكة نبوخذ نصر. عشان كده قال له حلمت بإيه؟ قال له حلمت رأس ذهب وصدر فضة، تمثال راسه ذهب وصدره فضة وبطنه فخديه من نحاس وساقيه البعض حديد والبعض خزف. وبعدين حجر قطع من غير يد راح ضرب التمثال وسحقه. قال له هو ده، فسره لي بقى. قال له دولم أربع ممالك متوالية، بابل وفارس واليونان والرومان، والحجر اللي قطع بقى بغير يد هو المسيح اللي هينهي على مملكة الشيطان ويعيد كتاب التاريخ البشرية من تاني. الإصحاح الثالث نجده بقى معنى حلو قوي، الفتية في أتون النار. الإصحاح الثالث يقول إيه بقى؟ يقول جه الملك مرة كده واغتر في نفسه، أنا إله يعبد، عمل نفسه تمثال كبير وقال اللي مش هيسجد لي يوضع في أتون النار. ثلاث فتية أولاد ربنا ما ينفعش نسجد له، قالوا لو ما سجدتوش هتخشوا النار، هتخشوا في أتون النار. قالوا ولو. أخذوا ثلاث فتية حطوهم في أتون النار. الملك بيبص من بره وجد شيء غريب، ثلاث فتية بيسبحوا زي ما احنا اللي احنا بنقولها في التسبيحة دايما، تسبيح ثلاث فتية، ومعاهم شبيه بابن الآلهة اللي هو واخد عليه. انزعج، مش ثلاثة حطناهم في النار، مين الرابع ده؟ إصحاح لطيف جدا، قوي جدا، الله في وسط التجارب. الإصحاح الرابع بقى يقول لنا رؤية تانية. إيه؟ يقول شجرة كبيرة مرتفعة للسماء، وبعدين يقول الساهر القدوس. الساهر القدوس لطيف، بص حتى تعبيرات دانيال النبي في السفر ده حلو قوي. الساهر اللي مش بينام، القدوس الله، قال تقطع هذه الشجرة لكن سيبوا الساقين بتوعها. ايه ده بقى؟ قال له ربنا
حكم عليك نتيجة كبريائك ونتيجة انك انت عملت كده وخليتهم يعبدوك انك تبقى زي الحيوانات، وده مرض نفسي. الشخص يشعر ان هو زي الحيوانات ويعيش مع الحيوانات، ولكن ربنا ما اتعقش تماما. وفعلا ده اللي حصل لنبوخذ نصر، انه فقد عقله وشعر ان هو زي الحيوانات وقعد كده لحد ما ربنا عرفه العقوبة بتاعته، وبعد كده رجع مرة تانية. الأصحاح الخامس بقى بلتشسر ابن نبوخذ نصر، شاب متعجرف وعايز يخبط كمان المقدسات. فقال لهم هاتوا لي بقى الأواني بتاعت الهيكل اللي احنا خدناها، ومسك الكاس وعمال يشرب فيه خمرة بكل بجاحة وبكل استهانة. وفجأة اتكتب على الحيط جملة: يد كتبت. ايه بقى؟ منى ثقيل وفرسين. انزعج، ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ قالوا له دانيال بس اللي ممكن يعرف ايه اللي حاصل. تعالى يا دانيال، ايه ده؟ قالوا له ربنا بيقول لك كده، هو وزنت موازينك وجدت ناقصه، يعني ايه؟ هتموت. في الليله دي دخلوا عليه الفرس ومادي وفارس وراحوا اتوا بلشسر واحتلوا المملكه. قوي قوي، قوي جدا. بصوا ربنا ما بيستناش. يعني السادس حاجة في منتهى القوة بقى، داريوس يقول قال برضو ما حدش يعبد حد إلا الآلهة بتاعتنا، وهو كان ملك يعبد. يعني دانيال فاتح الشباك وبيصلي زي ما كان بيصلي طول عمره. راحوا بقى اللي هم عايزين يوقعوا دانيال، قالوا له مش قلنا لك دانيال مش هيطيعك؟ انت قلت الكلام ده ولا لا؟ بص دانيال بيصلي. جاب دانيال: انت كنت بتصلي؟ قال له اه. قال له ما سجدتش للتمثال؟ قال له لا مش هسجد للتمثال للاسف. بس هو كان داريوس ده كان بيحب دانيال جدا. روح الجب نزله في الاسود. يقولوا فضل داريوس طول الليل لو الصبح بص له كده وقال له: دانيال الهك صدق فوق الأسود؟ فقال له دانيال جملة شهيرة خالص: إلهي أرسل ملاكه صدق فوق الأسود. ويقال إن ده عمل نقلة كبيرة في مش بس في فكر داريوس، وخلاه بقى يبتدي يفكر فيما بعد إن إزاي الشعب ده يرجع، وإن الإله ده يكون له عمل في حياة داريوس زي ما نشوف في سفر أخبار الأيام. الإصحاح السابع يتكلم على رؤية حيوانات أربعة، وكل حيوان من الحيوانات دي كان له رمز للممالك. الإصحاح لكن في الإصحاح السابع حاجة مهمة جدا ما نقدرش نتجاوزها. يقول كده: كنت أرى في رؤى الليل وإس مع سحاب السماء ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوا إليه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب. تتعبد يعني إيه؟ إله كل الشعوب يعني كل العالم. مين ده؟ كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحاب السماء هينزل من السماء ابن إنسان. هو ده المسيح، إله من السماء متجسد ابن إنسان تتعبد له كل الأمم. نبوة قوية جدا. ويجي الإصحاح الثامن يكلمنا عن رؤية تانية. يقول إن كبش وتيس، الكبش ده اللي هو مادي وفارس والتيس اللي هو اليونان، وفعل كده التيس هيقدر يغلب. الإصحاح التاسع بقى من الإصحاحات القوية جدا، يعني لازم تقروا الإصحاح التاسع ده لأنه ربنا بيكشف فيه عن سر خلاصه. الإصحاح ده ربنا يقول له كده، هو يقول: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين. يعني إيه؟ أنا عرفت أني الوقت ده اللي ربنا يقول حسب نبوة أرمية أن ربنا هيرجع خلاص المملكة. وفعلا فبصوا بقى يقول ايه: صليت الى الرب الهي واعترفت وقلت: ايها الرب الاله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمه، يعني انت قلت لنا انك هترجعنا، اخطانا واثمنا وعملنا الشر، تمردنا وحدنا عن وصاياك. ده اللي بيقول الكلام ده دانيال النبي، لكن هو بيتشفع عن شعبه اللي اخطا. هو ما عملش كده لكن وضع نفسه من ضمن الخطاه عن شعبه. وبعدين يقول: لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه. وبعدين يقول: للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه.
وبعدين يقول الآن يا إلهنا اسمع صلاة عبدك وتضرعاته وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب، بيتكلم على أورشليم، أمل أذنك يا إلهي اسمع وافتح عينيك، انظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها لأجل برنا، نطرح تضرعاتنا أمامك بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع اغفر، يا سيد اصغي واصنع، قوي قوي يعني. خد الكلمات دي لو سمحت النهاردة وصلي، وانت بتطلب خد الجمل دي صلي بيها، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. قول له كده، قول له أنا اسمك أنا واخده، أنا مسيحي أرجوك لأجل اسمك مش لأجلي أنا على مستوى شخصي. وبعدين ربنا سمع، بعت له بقى ملاك اللي هو الملاك جبرائيل. بالمناسبة في السفر ده هنسمع الملاك جبرائيل وملاك ميخائيل، ودي من الأسفار الوحيدة اللي يتقال فيها رؤسي الملائكة ميخائيل وجبرائيل. وهنسمع عن ان الملاك ميخائيل بيشفع في الش... في ال... في ال... في ال... في الشفيع البشريه كلها. يبص يقول له بقى انا جئت لاخبرك لانك انت محبوب. حلو قوي، جيت عشان اقول لك عشان انت محبوب عند ربنا. ربنا هيقول لك ايه بقى؟ 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسه لتكميل المعصيه وتتميم الخطايا والكفاره والاثم وليؤت بالبر الابدي. يعني بص هو كان بيطلب ايه؟ على بنى اورشليم. قالوا لا، انا عايز اقول لك على ما هو اقوى، ان القضيه الاهم مش اورشليم، مجيء المسيح لاورشليم. في النبوه بقى 70 أسبوعا دي بتتكلم عن مجيء المسيح، وده بالسنه بعد الفتره دي، بعد 490 سنه من النبوه دي المسيح جه. ويقول له هيجي وفي وسط الاسبوع تنقطع الذبيحه، اللي هو ايه بقى؟ هيخدم وسط الاسبوع. اسبوع دي معناها 7 سنين، يعني 3.5 سنين المسيح طلع على الصليب. نبوه قويه جدا. وبعدين يجي بقى الاصحاح العاشر، من 10 لـ12 بيتكلم عن رؤى، عن المرحله ما بين فتره فارس للاسكندر الاكبر، وبيتكلم عن انقسام المملكة ونهاية المرحلة بتاعة الممالك دي إلى مجيء المسيح. لكن حلو قوي مثلا في الإصحاح العاشر يقول له إيه؟ يقول له إني أنا كنت واقف قدام فارس، شيطان بتاع فارس ده، وحاربت جامد. وبعدين يقول ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم. رئيسكم يعني ايه؟ اللي بيشفع فيكم. يعني الملاك يقول له، ملاك جبرائيل يقول له انا وقفت وقعدت، الملاك اللي كلمه قال له انا كنت بحارب وما فيش حد عني الا لما جه الملاك ميخائيل. عشان يفهمنا حاجه مهمه، ان حياتنا على الارض دي امور مرئيه ماديه، لكن في امور تانية غير مرئيه. اوعى تظن ان ما فيش ملائكه بتحارب عنك، اوعى تظن ان ربنا سايب الدنيا كده من غير قوه روحيه تعنا ومن غير قوة روحية تمسك العالم كله. عشان كده لما تلاقي الأمور المادية صعبة اركع، اعرف ان في ملائكة هتيجي معاك، اعرف ان في قوة من السماء. وبعدين الإصحاح 12 بقى يقول له في ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمن ضيق لم يكن منذ كانت أمة في ذلك الوقت. بيتكلم على نهاية الأيام. وبعدين بيتكلم أن في الآخر بقى هيجي المسيح، يقول الفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. وبعدين يقول له بقى هو جملة لطيفة لي، أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم قرعتك في النهاية. علشان انت اذهب وبعدين هتقوم كمان مع الابرار دول. سفر حلو قوي قوي، يعني هنخسر كتير لو ما درسناهوش بجد، لانه مفرح قوي. دانيال النبي رجل محبوب قوي، قوي جدا. يعني تجدوا في شخصية دانيال النبي قوة الصلاة، قوة الصوم، قوة التمسك بربنا، قوة مواجهة العالم رغم العنف ورغم كل اللي العالم بيقدمه، لكن نجده أيضا ربنا بينجحه
ونجد ان العالم كان عايز يجرجره انه يعبد الالهه بتاعته، لكن قوه ربنا واضحه قوي. اسود ما تهموش، نار ما تهموش، سلطات ما تهموش. عشان كده النهارده وانت بتقرا السفر ده، وانت بتسمع عن دانيال النبي، قول انا كمان عايز اقف وسط الطابور ده اللي بيعلن ربنا بقوه، اللي بيقدم ربنا من غير ما يخاف العالم، من غير ما يحسب حسابات العالم هيعمل لي ايه ويديني ايه. بص للسماء، قول السماء ممكن تديني ايه. لإلهنا كل مجد وكرامه لله.